السلام عليكم ورحمة الله أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناة يلا نسافروا. الإخوان هذه الرحلة هذه ديرينها من أظلال إلى زاوية أحنصال، ومن أحنصال للطاغية، ومن الطاغية للكاتدرال، من كاتدرال إنرجي، ومن إنرجي إن شاء الله إلى بوتفردة، ومن بوتفردة إن شاء الله إلى زاوية الشيخ. وتحياتي للجميع. تبارك الله عليك. الله يجزيك العالي. أصيلان. أحنصل. يوسف والله يعطيك الصحة خويا، والله يحفظك. أحلى التحديات. أحلى التحديات في الجبال إلى زاوية حنصل إن شاء الله. وراني طالع في الجبل. يوسف لا لما احنا عند الشريف مصطفى انا السي مصطفى. يلا تبارك الله على عبد العالي. ما تديرش طواشن. ويا مصطفى هيا الله يرحم العيال. عزر جدك شوية عزر فاضر. الله يرحمنا.
هلا يوسف. يا يوسف شباب مرحبا بكم مصطفى زاوية حنصل. تبارك الله على الرجل أو الطفلة. أنا سي يوسف. لا 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 يوسفنا ولا شتوى. والله ناسفنا ولا شتوى. قناة يلا نسافروا في زاوية أحنصل مع جمعية رواد المستقبل للدراجة والسياحة مكناس في جولة سياحية اليوم الثلاثاء 3/9/2024. السلام عليكم.